غادي نمشيو مباشره الاولى فقرتنا شيوات لاله مولاتي عند المستمعه سناء المهداوي باسفي. الو سناء. الو صباح الخير سناء. صباح النور، لاباس عليك؟ صبحتي دايره؟ لاباس عليك الحمد لله، بارك الله فيك. مرحبا سناء. بارك الله فيك. شكرا. الله يخليك. بارك الله فيك. تحيه ليك وواحد تحيه عدا. المهم تحيه لخالتي كاملين، بنات خالتي والزوج ديالي وخديجه بالخباز كتسلم عليك. مرحبا وسلامه الام اسراء، وتحيه للناس ديال اسفي كاملين. الله يخليك بارك الله فيك. وكاع الناس اللي كيعرفوني تحيه ليهم. شكرا. مرحبا. نبدا معاك بسم الله. المهم نبدا معاك دابا قرب رمضان، نبدا معاك بمعسلات. تفضلي. ناخذوا هذه كنافه بالفواكه معسله. غادي ناخذوا واحد مول ديال السيليكون اس اف 43. وغادي ناخذوا الكنافه ديالنا وغادي نحطوها بحال العش، غادي نحطوها في هذا المول هذا وغادي نسقيوها بواحد الخليط اللي غادي يكون فيه 50 غرام ديال الزبده و100 غرام ديال الزيت. غنبداو نسقيو فيها بخطوط عشوائيين وخويطات ديال البياض ديال البيض. صافي فاش كنسقيوها كندخلوها الفران تقريبا واحد 15 حتى 20 دقيقه. فاش كندخلوها من بعد كنخرجوها كنسقيوها مباشره، كنسقيوها بالعسل وكننزلوا فيها واحد الخليط اللي غادي يكون فيه كيوي. يكون دابا ولا موجود كيوي ومشماش يابسين وباباي اناناس اللوز مقلي بيستاش. المهم كل واحد واختيار ديالو. انا عطيتك هادشي اللي جربت فيها وكنجمعوهم بواحد بواحد حليب مركز القهوي. ايه الكراميل. وشويه ديال الجليكوز، كنجمعوا هاد العناصر كاملين وكنديروهم فوق من هذيك العش ديال الكنافه وكنرشوهم بحبيبات ديال الشوكولات. صافي وكيتقدموا. يلاه يعطيك الصحه، كيجيو ممتازين فعلا. كنافه بالفواكه معسله ساهلين يعني يعني اقتصاديين. الواحد ماشي ضروري يدير فيهم كيوي ومشماش، اللي متوفر اللي متوفر. غادي نعطيك بريوات باناشي. غادي نحتاجو 200 غرام ديال العقدة ديال اللوز عادية بيضة و 150 غرام ديال اللوز مقلي ومهرمش و 100 غرام ديال الفيستاش بعد ما صهدناه وهرمشناه، 100 غرام ديال المشماش المجفف مقطع رقيق بزاف، ومعلقة كبيرة ديال بطاطا فيستاش راهي تايم فوا كاينة دابا موجودة، ونص معلقة صغيرة ديال القرفة، ومعلقة كبيرة ديال السكر كلاصي، وراس معلقة ديال مسكة حرة، ومعلقة كبيرة ديال الزبدة، ونص كاس ديال المزهر، والورقة ديال البسطيلة، والعسل باش كنسقيوها، وبيستاش رقيق للتزيين. باش كنلفوهم وكنصوبوهم بعد ما كيطيبو كنسقيوهم بالعسل، ودوك الريوس كنغطسوهم في البيستاش رقيق اللي هرمشناه، وكيتقدموا بالصحة والراحة. يعطيك الصحة. ساهلين. ساهلين. المهم نعطيك البسبوسه بالبيستاش. واخا. كنحتاجو ربع ديال السميده رقيقه، 50 غرام ديال الكوك، 30 غرام ديال بودرة البيستاش، 50 غرام ديال السنيده، واحد ياغورت مسوس طبيعي، كاس ديال العنبه زبده وزيت وبيضه وخماره وقريصه ديال الملح، ومعلقه كبيره ديال الباتا بيستاش، ونص معلقه صغيره ديال الروح ديال البيستاش، وقليل من الملون بيستاش. المهم كنخلطوا هاد العناصر كامله وكنلبسوها لواحد المول ديال السيليكون اللي اس اف 17، وكن كندخلوها للفران. بعد ما كطيب كنسقيوها بواحد السيرو يكون يعني هي تكون بردات. كنسقيوها بواحد السيرو اللي غادي يكون سخون، اللي كيكون فيه ثلاثه الكيسان ديال الماء، درناهم في كاسرونه مع كاسونس ديال السنيده، مع جوج معالق ديال عصير الحامض، ونص معلقه صغيره ديال الفاني، ونص معلقه صغيره ديال روح البيستاش. هاد السيرو هذا كنسقيوها هي باش ما شربت مزيان كتجي مزيانه. اييه كتشرب هذاك السيرو. اييه هي باش ما شرباتو كتجي مزيانه وكتجي يعني كتجي معلقه. وكندهنوا ليها الوجه ديالها بالجليكوز وكنرشوها مزيان بالبيستاش مهرمش.
ركزي صف المنظر يعني فعلا اييه بداك اللون ديال البيستاش كيعطي واحد المنظر اللي عطاك الصحه كيعطي واحد المنظر انا عطاك بيتزا بزيبيناه والكروفي في العجينه غادي نحتاجوا 500 غرام ديال الدقيق الفور والملح معلقه كبيره ديال الخميره اللي ذوبناها بشويه ديال الماء مدافي والزعتره شويه ديال الزيت البلديه وكنعجنوا هاد العناصر هادي كنعجنوها بالماء نسيت الهريسه وشويه ديال الهريسه حتى هي كنديروها في هاد العجينه الهريسه اختياريه ماشي ضروري غير هي كتجي كتعطي واحد كتعطي واحد الطعم زوين كتلذذ وكنجمعوا هاد العناصر بالماء وكتدلك مزيان هي باش ما تدلكش مزيان كتجي مزيانه وكنجمعوها وكنخليوها ترتاح كنغطيو عليها عاد من بعد فاش كتخمر كنعاودو نطلقوها بالمدلك وكندهنوا ليها الوجه ديالها بالكريمه ديال الفرماج كناخذوا واحد معلقه كبيره ديال الفرماج ديال اللي يكون في البواطه وكنضربوه مزيان مع معلقه ديال الموطاد ومع ثومه غبره كنضربوه مزيان كندهنوا الوجه ديال البيتزا مزيان وكنعاودوا نديروا فوق منهم صلصه ديال الطماطم راه كلشي كيعرفها والحشوة اللي غادي نعمرو بها كتكون مكونة من دابا راه كاينة بصلة خضارية كناخدو البصلة الخضارية كنديروها كنقطعوها رقيقة كنديروها في مقلة كنديرو معاها الزبدة وجوج معالق ديال الزيت البلدية هادشي كامل في مقلة كنديوه وكنجيبوه كنزيدو معاه 200 غرام ديال شامبينيون طري حتى كيتشحر هادشي وكنكونو درنا شوية الملحة والبزار ولي زيبينا كناخدو غير الوريقات بالعواد ومعلقه ديال بودره ديال الثومه حتى كينزل لينا هادشي كنحسو بالعناصر كلها نزلات وطابت كنزيدوها واحد نص كاس ديال الكريمه ديال الخاصه بالطبخ وكنديرو واحد الرشه خفيفه ديال الاعشاب منسمه نسمو بها مع ديك القشده الطريه كنخليو هاد المقله جانبا كيكون عندي واحد 250 غرام ديال الكروفيت بعد ما درناه في مقله مع مليحه وشويه البزار والزبده ومعلقه كبيره ديال الصوجة شويه ديال الهريسه كناخذوا عاوتاني الفلافل الصفراء وخضره كنسوطيهم في الزيت البلديه وشويه ديال الزعتر الزعتره وشويه الملح والبزار وكناخذوا البيتزا ديالنا بعد ما درنا الصلصه ديال الكريمه ديال الفرماج والصلصه ديال الطماطم وهذه الحشوه اللي عطيتك كنديروا الكروزيت من الفوق وكنبداو نديروا دوك السميطات ديال الفلفله من الفوق وكيكون عندنا واحد الكويرات ديال جبنه موزاريلا مقسومه على جوج كنبداو نحطوهم فوق من هذيك البيتزا وكنديروا حبيبات ديال الزيتون من الفوق تما صافي وكندخلوها الفران كطيب وكتقدم كيجي واحد كيجيو حتى دوك اللوان متخلطين مع متناسقين فعلا الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك اسماء الله يعطيك الصحة غادي الله يعطيك الصحة ونكتفيو بهذا القدر من الاقتراحات ومشكوره جدا يعني معسلات ديال رمضان وهاد البيتزا بالسبانخ والقمرون وشكرا لك بزاف سناء المهداوي من اسفي على هاد الاقتراحات ان شاء الله ومازال نسقو معك عما قريب باذن الله المزيد من الاقتراحات يعني الخاصه بشهر رمضان الكريم لانه تبارك الله عندها الكثير من المملحات ومن يعني الشيوات الخاصه برمضان الكريم ان شاء الله.